صور نادره جدا وراء اسرار غريبه. الصوره دي صوره نادره لاشاره مرور قديمه كانت موجوده في احدى الدول الاوروبيه القديمه. الصوره اللي قدامك ديت صوره نادره للترام اللي كان موجود في الاسكندريه قديما في مصر. والترام دوت كانت حاجه كده شبه المترو بتنقل الناس لاماكن شغلها وغالبا النهارده مبقاش موجود. الصوره ديت لاول مسدس دوار تم اختراعه في العالم. الصوره ديت لاول هيكل عظمي كامل لانسان تم اكتشافه في افريقيا، والانسان دوت لقوه في مصر بنزلة خطوط. الصوره ديت لاول طائره في العالم وبيتم اختبارها للطيران، وكانت سرعتها غالبا حوالي 20 كيلومتر او اقل. ده كان كل شيء في فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو طبعا وحابب ان انت تدعمنا اكتر في القناه وكمان تشوف اخر فيديوهات القناه عشان تستفاد منها جدا بالنسبه للاحداث التاريخيه والمعلومات العامه، فيا ريت تنساش ان انت تعمل لي اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك احدث الفيديوهات من غير ما انت تتعب وتبحث على القناه بنفسها. وما تنساش طبعا انك تعمل لي لايك للفيديو دوت عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. والاهم من كل دوت انك ما تنساش تضيف تعليقك في تعليقات اليوتيوب اللي بنضيفها طبعا في اخر كل فيديو على طول. زي ما انت شايف كده دول شويه من اجمل التعليقات اللي كتبت لنا في الاسابيع اللي فاتت. وشكرا جدا لكل متابعين القناه اللي تابعوا الفيديو للاخر. كان معكم حازم امين وعبده عادل من قناه هيستوري كومنتس.